Mo-fly zone. Mo-fly zone. Mo-fly zone. What? على بكرة يا سلام يا سلام من هلا يا سلام. صباح الخير من مدينة باي. أمس وصلنا هيتش هايكينج. كانك ما شفتش الفيديو فيش تدير عاد يحضر الفيديو اللي فات. تو ماشيين قاعدين بنأجره موتوات. عمري ما سقت موتو أنا، هذه أول مرة لي نجرب. المكان مش قادي بك، لقيت انا وياها في يا مشيت انا وبيبو لمحل الموتوات، بعدها تلاقيت انا وفيرا من هولندا. سي هاي وصم. هاي. جينا مع بعضنا بالموتوات للشلال. الشلال هذا نايس. اسم الشلال مو بين. يا ساتر. الشيء الغريب في المدينة أن فيها وجود إسلامي مميز. تلقى المطاعم الإسلامية والجوامع في كل مكان. مثلا تلقى المطعم زي مطعم هذا يدير في الأكلات التايلاندية. مطعم هذا حتى هو حلال، هاو عليه النجمة والهلال. مطعم هندي بس الوكال فيه حلال. Thank you very much. برياني هندي اللي هو الرز مع اللحم بس كمية صغيرة. It's small, isn't it? It's small. It's like appetizer. Yeah, it's like go taste it and we're gonna bring you more. This is very tasty. خدينا بريك سريع توا، روحنا للهوستيل متاع بيبو. جينا بناخذ خريطة. هذه الخريطة اللي فيها المعالم متاعت مدينة باي. هذا السنتر متاع المدينة. توا بنمشوا للجنوب عند بامبوك ووترفول. شلالات مختلفة اللي مشينا لها في الصبح. Are you ready? Yeah, I'm ready. Let's go. قاعد راقي تور الشلال. كل ما تمشي خطوتين اول حاجه تحكي سبحان الله، ثاني حاجه كله ريلاكس. طول ما انت ماشي قاعد تعرف على ناس جديده. هذا مصب الميه متاع الشلال، ديري له تبوات ياخذوا في الميه من الشلال للشيشمه. Oh, this one is better for swimming than the other one. You say? Yeah. Weather with your stomach. Con el pecho. Con el pecho. بعد البحر واحد اكيد يجوع. يجي السوق الوكال. For you, because all the food that you don't want to try, I try. You are going to try this? Yeah, of course. Which is what is this? Bamboo. نوع من الحشرات تمشي على الخشب متاع البامبو. Yeah. Okay. وحياة كلها متعود ما متعود. Amen. سالوه. Yeah. سالوه. How does it taste like? Yeah, yeah, it tastes good. Yeah, yeah. I thought it was be like worst, but it's very good. تقريبا هذين خنافس. خلي try one. قالوا spicy حراتي جن. Another one to my mouth. Your mouth is enjoying, man. Yeah, yeah, of course. Yeah. Atu salud. Is it spicy as they say? No, it's not spicy. It's not. No, no, no. It's very crunch. That's all. Yeah. Kabunka. Yeah. Yes, please. Yeah, thank you. Thank you. صباح الخير، يوم جديد، ماشيين لمكان جديد، ماشيين للشمال. أمس نزلنا للجنوب، اليوم ماشيين للشمال. معي جماعة هنا، بيلو، أنجيلا، بيبو، وفيرا. هاي. This is for you.
stop, okay? No more. مكان خرافي طبعا. المكان هذا ينابيع طبيعية، مية ساخنة، مش عارف مية هل جاية من تحت الوطاء من الجبل، عنديش فكرة، لكن اللي عارفين ان المية دافية. كيف ما عندنا بعد ما تقوم في البحر تجوع، حتى في الينابيع الساخنة بعد ما تقوم فيها تجوع، حتى هي تو نعدوا نتغدوا مع بعضنا. طبعا الغداء اليوم شو ورينا، انا اللي بنطيب الاكل التايلاندي اليوم. كم تا دي كان سي ديليشس ذس بابايا با نو مانجو باتون باتون مانيش عارف ايش انقالت بس نوع خضرة هو. هذه الاكله الشعبيه بتاعتهم اللي هي باد تاي. Is this the temperature? That's working. 25. How much? It says 25 Celsius. In Argentina, you have Celsius or Fahrenheit? Yeah, Celsius. Just like us. We take this from the Arabs. The Arabs, they invented everything. Uh-huh. Yeah, like everything. You know something? Yeah. More we say, yeah, we invented that. you took us from us or something. Yeah, no, yeah. You took that from us. Pad Thai, you know Pad Thai? Yeah, it was called Pad Arab. Pad Arab. وصلنا لمنطقة الوايت بودا، مسمينها على التمثال هذا. هو بودا الأبيض. هنجي، are you ready for the white Buddha? Are you ready? No. Why? Let's go back. You're not ready, let's go home. Хватит издеваться надо мной. Хорошо, хорошо, хорошо. Он издевается надо мной. Доброе утро. Пошел. Maybe. But I let's go to this one. Okay. To this one? And we yeah. hit the canyon from bottom to the top. Okay. هذوما كلهم جايين للباي كانيون. تقريبا كانيون معناها في اللغة العربية مطل، يعني مكان عالي بكر ومطل على المدينة أو على المنطقة. أغلبية الناس يجوا هنا وقت الغروب في الشاح. More we say, yeah, we invented that. you took us from us or something. Yeah, no, yeah. You took that from us. Pad Thai, you know Pad Thai? Yeah, it was called Pad Arab. Pad Arab. Pad Arab. وصلنا لمنطقة الوايت بودا، مسمينها على التمثال هذا. هو بودا الأبيض. هنجي، are you ready for the white Buddha? Are you ready? No. Why? Let's go back. You're not ready, let's go home. Хватит издеваться надо мной. Хорошо, хорошо, хорошо. Он издевается надо мной. Доброе утро. Пошел. Maybe. But I let's go to this one. Okay. To this one? And we yeah. hit the canyon from bottom to the top. Okay. هذوما كلهم جايين للباي كانيون. تقريبا كانيون معناها في اللغة العربية مطل، يعني مكان عالي بكر ومطل على المدينة أو على المنطقة. أغلبية الناس يجوا هنا وقت الغروب في الشاح. Understand what is that? It's the people. Deep bike up. هنا حتتعرف على ناس مبدعة وناس ذهنها صافي وناس رايقة، ناس تحب تحتفل وناس تحب الناس. Cualquier persona, cualquier persona de cualquier lugar te saluda en el restaurante. La gente es muy abierta. The people here, amazing. But the food,
Great. I want Thai, not Chinese. No, it's okay, it's okay. It's a fusion. Yeah. Very nice. هنا لازم تأجر فيزبا ولا موتو حتى كان متعرفش تسوق. هنا تقوم في الينابيع الساخنة وتنظف الشلالات وتحضر الغروب على المطل. وحتمشي واجد وحتاكل واجد لكن مش حتشبع من مدينة فاي. تو مسافر لكن متأكد إني حنرد شي يوم لمدينة فاي.